كلماتي وكلمات شاعر شاعر يدور الشهرة ودخل معي صاحب الأحلام الوهمية. الله المستعان. عطنا شعر يا أبو خالد. بكشين يا فارس. بكشين. يا عيال عيال الرجال الرجال يبدأ. الرجال يبدأ. يا مشعل عشان ما حد يطرح. عزيز. لا يقول الحين. يا لا 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 قلبي على ضلوع صدري قبل فترة طويل كل يوم من الأيام يا رجال نعلم الشلات انا متكسرت رجلي انا برد وبنظهر عقب شوي تلعب برد انا 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 عقب انا انقر فر فيه لين تسمع فر يلا فر فر معي يلا يلا قف يد واحده ما بتصفي يد واحده ما بتصفي هاي نقصتنا نهلا هنا اي حي العمل قصاي اي هذا حسان بن ثابت هذا شاعر يا مهذل ها شاعر الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه مو مكتب عندي حسان لكن مو مبين عندي انه صاحب رضي الله عنه انك منعنا من القصيد لا هذه قصيده الصحابي يا رجاء منعنا من القصيد اسمع اسمع والله ما بيسمع انت اسمع شوف اقرا كان من دم الشبدي فيني نوم تعرف. اسمع انت عاد اقرا اقرا احنا ما محمد ما عرفنا نقرا هذه بصيح يا ولد ما نعرف نقراها ما عرفنا نقرا العرب بالعادي ما اقرا بصيح اي وبعدين ما عليها حركات انا ادرى ان المرض لا يمكن علاجه هذه ما هي بصيح يا ولد اي ينتقد حسان بن قال حسان بن ثابت لنا الجفنات الغر يلمعنا في الضحى في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدتي دمع. شفت ما فيها أقرأ هذه اللي ما فيها فصحة بني العنقاء وابني فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما تعال أبكيك أبكيك سواها فيني يا ولد أنتم مش تبون كذا وين المايك؟ اي هالمشاكل كبرتني وانا ماني كبير شيبت فينا الليالي وبقعت اوها المهم يا ابو بندر يوم جيت هاك الردمية وانا امشي 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 بالليل الا هاك الجربوع اللي نطق قدامي انا موكل طريق المزرعه وانا حذفر الجربوع وانا اطرده والجربوع ينقز 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 كذا على الضوء 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 اسلم المهم الجربوع يا ابو بندر ينقز 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 وانا اروح وراه يسار يا ما لفيت النور نقز يمين وليا رحت يمين نقز يسار لنشيط يوم طلعت بسمه الا السمه قمره الخبل اللي يطرد له جربوع والسمه قمره وانا غدي واجي لك بين شفيان وبين شعبان وانا غرز ويدق موتري وما ادري وش اسوي والحمد لله كان معي عزبه وانزل عزبتي وقهوتي الين جاء الصبح يوم جاء الصبح وبيح الشوف يا ابو بندر يوم بيح الشوف الا والله كني مفتح عيوني الا والله هذيك المزرعه اشوف عندها ظل واستدليت المجنب من الاوادم ما يخلى ارحب يا ابو احمد ايوه يوم المزرعه اي ويوم قمت من النوم يا ابو بندر الصبح الا والله تقل يوم باح الشوف عندي تقل اصحى يا نايم هذه والله المزرعه يمي
لاحظت حاجه ابو بندر وانت تسولف عليه، مستمع جيد. اي مستمع جيد. هذا شيء يفتقده كثير من المتسابقين. شيء يفتقد في القريه. هذه اهداء لك يا ابو بندر، سم الورده. الله الله. اي هي لا لا انا اعطيه سالفه بعد شوي بعطيه حلم. دقيقه دقيقه محمد بندر نيم. لا 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 خلاص عندي 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 ابو عند ابو احمد خلاص. خلاص لو ان الاحلام مثل اللي تجيني تجيك هو غناها. ايه ان كان عشت الحياه اللي تشوفه بسلام ماني مغامر بك. علمني مغامر عليك. انا نظامي معيش الحب على نظام، خصوصا اني ما احب يكون لي بك شريك. وعموما انت مهمه وهو صاحب مهام، كل ما احتوته كل ما احتوتني يدين الوقت قمت احتويك في ارض محايده مسموحه للعوام. ناخذ من ملاوع الدنيا وهلها بريك ونروح في عالم الاكثر هدوء وانسجام. النوم 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 افضل وسيله يجتمع فيه فيك، وبالذات الاحلام فيها يصير عز الكلام. لو قلت لي امنيه واحده جميله لديك، الاولى شوفتك والثانيه بالمنام. الله مبدع مبدع يا ابو احمد مبدع ما شاء الله. صح لساني. صح لسانك واعتلى شانك. سم المهم يا ابو بندر صح النوم. هذه ورده. تورك بالتلفون مسكت موضوع انت كنت تسولف علي. ايه لما في احد يسمع لي الا انت. اسلم. استر عليه يا ابو بندر. صح النوم. مرحبا. طبعا صوت مناحي هو اللي قومك، ولا صوتي ادري يخليك تنام ترتاح، بس قصيده مناحي هي اللي قومتك من النوم. حتى النايم ما سلم من ابو احمد. ها حلو. انا معامل الحين افتح مايك. شفت فقره كاش؟ انا الان مستخدمها النقاد مستخدمها طال عمرك حقت نوم. والله ممتازه. ايوه حقت نوم ممتازه يعني كسرت جدول يعني ابد وترتاح. بعدين اصواتهم تجيب النوم صايره عندي انا مهدي مبردين. اي 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 ما في محاور قويه ما في. ايوه اخذوا اجازه. ها المفروض ياخذون اجازه ولا يبثون باستراحتهم. احلى حل يا اخي صور مقطع فيديو. صور مقطع فيديو وارسله ونقول لك خلاص اذا عجبنا ولا. طيب وفي تعديل نعدل عليه. نعدله ما عليه الاعداد ما مقصرين. الاعداد اصلا هو اللي يعطيهم المحاور يعني يضبطهم. لا وبكره يجون يقلطون عندنا في الغرفه ياكلون لحم. يا اخي ما شو اسميها منقاد هم ياخذون المحاور من الاعداد. ابو اي والله ابو دويحس. وشلون طال عمرك اشبك واكل من زادك، اغلط عليك واكل من زادك. ابو يوسف ابي كاسه. بيض الله وجهك. اعطوهم كاسات. عاد دنفوش اللي عند العداد. ايه حلا. لا لو في كاميرا داخل عشان الناس يدرون ان الاحداث هذه كلها يعني ودي اتكلم بالصراحه صراحه. قصدي احنا هنا علشان نجاح الجميع. اقول لك راك خلاص والله يا رجال. لأجل انا احنا لاجل نجاحهم والكل لاجل نجاح نفسه والتوفيق الله سبحانه. انا والله يا ابو دويحس ابي شاهي بس تكفى لا تكثر السكر. ابشر هذا الحين كرك اذا خلاص تقهوينا منه ان شاء الله. يلا احرص على كرك. لا اجل خلاص اكرك يوم فخ البطن. الحليب هذا مشكله. لا الحليب بيتسوى مو النوم مفروض ما تنامون في البث. اي فقره مثلا خذها كاش ارقد عشان ويش بعدها تعيش الرياليتي. لان فقره كاش يشوفونها التلفزيون. الحمد لله انا الان قمت نشيط انا وابو بندر. او اي رفع
بروح داخل بجيكم. الناس ما خلقت حواليك ترضيك مثلك. شوف هذه انت تقول يا استانست، يا استانست اسد منها ما انساه. قول يا صرت، قول يا صرت. اعطيك قصيده، اعطيك قصيده تعبر عن الخط. يقول فيها عرفها ابو احمد. سمع. اقول انا بعض المرات جين حزه 10 دقائق نص ساعه ساعه ساعتين بكثير ما اقبل الكلمه. واتمنى اني اتمنى اني ما عشت يعني لحظتي ضيب الضيقات ترى مشكلة. تذكرت القصيدة فرحت قبل شوي يوم دخلت يقول خليني أدخل خليني أدخل، رحت كتبت مطلع القصيدة عشان ما أنساها بعدين. يوم يقول أترك شاعر. لا لا هذه المتعب اللي أنا أحبها. قلت أنا يا ويش في يقول متعب، يقول يا ويش في صدري من الضيق يا ناه، كان المطايا تلتعج في محانيه، ولا الثميدي ينفجر في زواياه، ولا مياسين مداوي. حلف الثميدي وش؟ ثميدي. وش هو؟ لا تقتلنا. يا ويش في صدري من الضيق، يا ويش في صدري، يا ويش في صدري من الضيق يا ناه، كان المطايا تلتعج في محانيه، ولا الثميدي ينفجر في زواياه، ولا مياسين مداوين تكويه من كبر ما صابه ومن عبر ما جاه، ما عاد للضيقات ما غز زبرة فيه فيها نشهد ان الوقت شانت حلاياه، والعمر لا زان اول شان تالي. الله لما اتذكر لما جبت انها جافني تذكرت على طول ذيك قصيده. شفت ترى الدنيا علي الملازيم ما عاد ادور من وراها غنيمه. شوف ترى هذه حالتك تغر كل انسان في مرت على ملك قديم، وهذه قصه يعني فيها حكمه. فكان الملك عنده وزير قال له ابيك، كان عنده خاتم، الملك كان عنده خاتم، قال ابيك تنقش لي على الخاتم كلام وتكتب لي كتاب. عشان كما اقول كذا اشوفه، ابي تكتب لي كلام اذا كنت فرحان اضيق، واذا كنت ضايق افرح. فوش نقش له على الخاتم؟ كتب له هذا الوقت سيمضي. هذا الوقت سيمضي. حنا لو بغينا نفكر الياضقت تقول تحس انه خلاص نهاية الدنيا تكفى صح، بس اللي فكرت تقول له مجرد وقت سبحان الله لحظة وتروح. ذكر هذا الوقت سيمضي يروح، كذلك اللي فرحت تحاسب حياتك كلها فرحة، ما كل حياتك فرحة. وسبحان الله طبيعة الإنسان إنه الإنسان يحزن ويفرح. أبي دور لها لحن، دور لها لي لحن الحزين. آه والعمر لا شان أوله، والعمر لا زان أوله شان تالي. يا ويش في صدري من الضيق يا ناه. هذه اللحن تدري من هو؟ شو اسمه اللي يقول فنان قديم يغني؟ لا 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 غريبة اسمه ده بدر غريب، بدر الغريب. هذه ألحانه. يا ويش في صدري من الضيق يا ناه، كان المطايا تلتعش في محاني. الضيق هاللي جاتني شاء ليصير. وش حيلتي؟ وردها لا تجيني. وش حيلتي وردها لا لا طال ظل العود حزت عش الطير، لا طال ظل العود، لا طال ظل العود حزت عش الطير. كانها على سجن الحديد تحديني، كانها على سجن الحديد تحديني. لا حول نام شراف ولا اقدر اطير، يلا بقسمة خير لا تبتليني. لا حول نام شراف ولا اقدر اطير، يلا بقسمة خير لا تبتليني. يلا بقسمة خير لا تبتليني. ما في عند وصف يعني هذا القصيده يقول اروح ادور خط ما بدواوير، ولا كان في الزوف ولا كان في الدوحه سواتي حزيني. اروح ادور مساء الدروب وقلت الدبره. الله على عبده مساء الدبره. والله مضت
حييه ادوب السكره وجرع الصبره في وجه الدين تبي لي تعوجها والهم سيطر علي من واقع الخبره الخبره الره محتلها والعين ساهجها اول بول على بركة الترند يا ولد الله يبارك لك شلون ترند عرست يا ولد عرست ما ادري ودع عرس احنا الواحد لا عرس يطلع ترند احلى ايش ايش قلت انت ودي اتزوج ودي اتزوج يا رجال ابغى اصير مثل طوالها ترند يا رجال تقولنا ترند ما هذا بيت عندي في البيت يجي عمري 30 حي والله الراس حي والله الراس اول اعطوه يا من يا هاي ما حلاتها ما قبل نجي عمري 50 جوي يا طبعا انا انشد يعني اجي روح وبال انا روح روح يا من يعني تجبد الحين انا اسوي له شغل لا عشان اعلمك لا لا علمني علمني من بهد قاعد يعني لا انت يعني تجرب حط طول لي عليك شيء فيه علي انا انت ما طلعت ما بد علي ما طلعت على بالي وش اطرح على مناحي كلاني ضيعتها وش هي حزت عش الطير الضيقه هاللي جايه الضيقه هاللي كل شيء ابن زويب كل شيء شاعر متالق ها الضيقه جاتني تالي عصر ما يعدل العروس هلا لا ردها لا تجيني الله الضيقه اللي جاتني تالي لا طالب الا العود حزت عش الطير لا طالب الا العود حزت عش الطير كانها على سجن الحديد تحديني كانها على سجن الحديد حديني ايوه لا طالب الا العود حزت عصا لا طال ظل العود حزت عشا الطير لا حولنا مشرف ولا اقدر اطير لا حولي يا ولا حولي مشرف ولا اقدر اطير خطا لا حولنا مشرف لا اقدر اطير لا حولنا مشرف اقدر اطير لا انا عندي ابيات متشابهه ترى على فكره هذا مسحوب ويجي ابيات اقول طويله بس اني فيها ابيات فيها خاصه بطمر ابيات منها الضيقه اللي دون موعد وطاري دايم تجيني كيف بفتك منها تقبل علي اليا تقفى نهاري تلعب نفس ضايقة في وطنها والشعر مالي فيه باعين وطاري الضيقه اللي تستلذ بلحنها حاربتها بالضحك والصدر عاري رمحه تعدى ضحكتي ثم طعنها أبعتذر لو فاد فيه اعتذاري يظهر سعاده من قديم دفنها صاحب دنكم
الله تبارك الله. لا شك انا بدبك يا صاحبي بدبك واعطيك عن كل المعاني جاجي تلقى فوائدها اللي اخذتها منك عرفتها يا بدر يا مجد. يا بدر لا شك انا يا بدر بنصح ودبك واعطيك عن كل المعاني جاجي تلقى بولدها تلقى فوائدها يا خط شاربك وش يقول انت حفيد الجدود انا منت ناجي لا بدر ابو ولده ايه ان كان ابوي بكل الاحوال جذب عليك من بعد عليك جذب ان كان ابوي بكل الاحوال جذب عليه من بعد الولي ناجي ورات يا بنتي من الصبح تبكين ترى دموع العين ما هي خفية تبتيني وابتيتي صغار بريين وانا بعد دنيتها هاشمية مر البكاء والحزن ما هو بها الحين فرقى بنات الناس ما هي قضية الله أكبر يا فداتي ما شافت عيونك من الزين لو ان متر الثوب من 500 لو اني اسجل على ذمتي دين زود على ما يملك الناه يديا الله اكبر ابو مبارك ادرى شيء حزين تبي حزن والله خاطري داروه يا اللي تدارون اليتيم وانبكت عيني من الدمع لا تنهونها وانبكت عيني من الدمع لا تنهونها ولا تبي اوه يا وجودي واجدي من عاش في الدنيا يتيم والنته من بين حد بالضلوع جرها تقل امه كل ما خيم الليل البهيم قام قلبه يرتجف وانكسر من حرها ولا ابو قلبه من اكس وولها الحريم وصيته يوم القدر حاني لكن غرها يتغيب ويتغيشم وهو ما هو غشيم اتبع البل ويحلب ناقته ويصرها ليه طلبها منك تركنا هذا الشيء ظالم لا حزينة حزينة ايه مش داخل اجره لك صح لا اجره هذا الحين لا يسولفون الربع الله يخليك ما فيني وما فيني ولا فيني امشي مشان ابتسيك على يوم انكم متجمعين كلكم كل اثنين جالسين تسولفون على اللولي فيني وانا فيني وانا فيني لازم تحفظها ها؟ ساعات ترى ادري حتى انا انا ما غنيت الا ليش طالع احسن والله هدفع عليك ليش ما ترفع صوتك؟ حقه مناحي حقه اوكي ليش ترفع صوتك؟ طيب انا اقدر ارفع صوتي ها؟ اقدر ارفع صوتي ارفع انا بيكم ترفعون اصواتكم اصلا صادق فاهمين غلط انتم عليان
كم شريت الكاب علي اللي على راسك؟ الكاب من متى؟ محمد الطوالة بس. اوه ايه والله واللي بيني وبين محمد الطوالة هل اللي بيني وبين محمد الطوالة اكبر من كاب واكبر منه الدرجة وشو شماغ يعني؟ درجة حلالنا واحد. اوه درجة شماغ وعقاب وصلت؟ تدري انها وصلت للمرحلة هذه ولا؟ ايه انت اليوم دخليتك من نظارتي ترى. 149 ريال. كم؟ كارديال يعني. ايش معنى 49 ريال؟ ليش 49 ريال؟ علي عرض 90% صارت 50 غالية تثمن لبسها غالي. شلون لبسها عادي؟ اي كان 279 وارتفع سعرها مع الطوالة. لازم خالف تعرف ابشي. غالية اعطينا واحد غالي غالي لا رخيص من الرخيص؟ لا ما انا من الرخيص انا في حي عندنا